بحبك يا ميدو، كلنا بنحبك يا ميدو. حب الناس واضح، لكن كلهم اجمعوا على حاجه واحده، عندك كتير لسه ما خرجش. دي جمله عند الناس كلها، الناس كلها شايفه حاجه فيك كبيره جدا والله، يعني اكبر من اللي انت واصل له حتى الان. ده شرف ليا طبعا، وانا ان شاء الله انا اكون عند حسن ظنهم كلهم، وباذن الله الفتره اللي جايه يعني اظهر ان شاء الله بشكل ميدو جابري للناس كلها عارفاه ومعهود عليه ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. لكن برضو الناس لازم تعرف ان اللعيب في فرقه زي النادي الاهلي يبقى محكوم بشكل خطه معين واداء معين. ربما اداء تعمله يعجب الجمهور تلاقي نفسك الماتش الثاني بره. اداء يقول لك ده ميدو ما جاش الماتش، تلاقي المدرب مبسوط جدا انك اديت اللي انت اللي هو مطلوب منه ولا ايه؟ طبعا دي حقيقه. يعني انا لما كنت مشجع وانا صغير يعني بصراحه كنت ممكن مثلا لعيب انا ما كنتش مثلا هو بيظهر بالشكل اللي انا عايز اتفرج عليه او بالطريقه اللي انا عايز اتفرج عليها او الاستمتاع اللي انا عايز اتفرج عليه، لكن هو لعيب مهم جدا، بيبقى مهم جدا جدا في الفرقه، مهم جدا جدا عند المدير الفني. بس فانا لا انا بعذر الناس، يعني في ناس كتيره بتتفرج، لا انا عايز مثلا ميدو جابر لا يجيب جون، ميدو جابر يعمل حاجه كويسه، لكن في ما يعرفش ان ميدو جابر مطلوب منه حاجات تانية كتير. لو ما عملهاش وعمل اللي هو بيقول عليه مش هيبقى موجود يعني. لكن انا ان شاء الله باذن الله اكون عند حسن ظن الناس، وباذن الله الفتره اللي جايه يشوفوا حاجه كويسه ان شاء الله جدا.